سؤال واحد بيقول هل الكنيسة تقبل العوض والقص؟ نذرت خروف للكنيسة وصدمته سيارة فمات. هو طبعا اللي مات الخروف مش النادر اللي مات، في فرق بين موت الخروف وموت النادر. على كل من البقية في حياتك. بيقول وأخذت من السواق مبلغ 50 جنيه، هل الكنيسة تقبلهم عوض النذر؟ انت عايز ما توديش النذر وتكسب من وراه؟ جدع ده يضحك. يا ابني ال50 جنيه دول مش بتوع النذر. قال بيقول لا الكنيسة ما تقبلش العوض. طب قبلته انت ليه؟ ما دول مش بتوعك. شوف هقول لك على حاجة، يعني الحل الأخير، يعني إما تقدم ال50 جنيه لإما تشتري خروف آخر. إما تقدم ال50 جنيه اللي هو تمن الخروف النادر، وإما تشتري خروف جديد ب50 جنيه. ده أنت تجيب خروف وزنه 2 كيلو ولا حاجة. نعم؟ 50 يجيب 5 كيلو واحد. بيقولوا 50 يجيبوا 5 كيلو. لكن ازاي صدمته العربية؟ أنت كنت ماشي بيه جره بحبل في السكة. مش عارف ازاي صدمته. معلش دي عايزه تحقيق. طيب ناخد سؤال تاني.